أبناء وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. المرة اللي فاتت كنا بنعمل illustrated overview على موضوع chronic duodenal ulcer وتوقفنا عند الانفستيجيشن وقلنا الانفستيجيشن وشرحنا اليوريا بريث تيست. هنسأل نفسنا بقى افرض انت عملت التست ده وما لقيتش عند العيان اتش بايلوري والعيان بتاعك ما بياخدش نان استرويدال انتي انفلاماتوري ما بياخدش فولتارين ومشتقاته، فلازم تسأل نفسك العيان ده جاله قرحة ليه؟ ممكن جدا بسبب رير كوزس. ايه الرير كوزس دي؟ الجاسترين عنده عالي بسبب عنده جاسترينوما في البنكرياس بتفرز جاسترين عالي، وكلكم عارفين الجاسترين هينبه البريتال اتش سي البريتال سيلز ان هي تفرز اتش سي ال، ويبقى العيان ده عنده الاسيديتي عاليه. عيانين الديودينال ألسر كلهم عندهم الاسيديتي لازم تكون عاليه، او ممكن الجاسترين الاكسسيف سكريشن ده بسبب هايبر بليجيا اوف ذا انترال جي سيلز تفرز جاسترين كتير، او العيان عنده هايبر كالسيميا نتيجه هايبر باراثايروديزم والاكسس كالسيوم ستيموليت البارايتال سيلز تو سكريت مور اتش سي ال. فدي الاسباب دي شود بي اكسكلودد وانت قبل ما تعالج العيان. اوكي، بعد ما عملت للعيان منظار وتاكدت ان عنده بي يو دي سواء ديودينال ألسر او جاستريك ألسر وعملت له اتش بايلوري تيست وطلع بوزيتيف، هتعالجه بايه؟ واتس كولد تريبل ثيرابي. تريبل ثيرابي ثلاث حاجات، اثنين انتيبيوتيك واحد بي بي اي. الاثنين انتيبيوتيك كاليريثرومايسين مع اموكساسيلين او كاليريثرومايسين مع مترونيدازول، ومعاهم بي بي اي بروتون بامب انهبيتور في صوره اميبرازول او لانسوبرازول. الثلاثه دول هيتاخدوا لمده اسبوعين، بعد اسبوعين هتوقف الاثنين انتيبيوتيك وتكمل مع البي بي اي بس. تكمل قد ايه؟ لو كانت ديودينال ألسر 4 اسابيع، لو كانت جاستريك ألسر 8 اسابيع، والمعلومات دي من اب تو ديت. اوكي، ولازم بعد ما تنتهي العلاج بي بتاع الاتش بايلوري بعديها ب4 اسابيع لازم تتاكد ان انت قضيت على الاتش بايلوري، ان انت تعيد اليوريا بريث تيست او تقيس ال 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 الانتيجين في الستولز عشان تتاكد ان انت عملت كومبليت اراديكيشن، لان ده ضمان ان ما يرجعلوش الايه القرحه تاني او يحصل له اي كومبليكيشن. اوكي، التابل ده من اب تو ديت بيتكلم على ايه؟ على البي بي اي دوزس في اكتف ثيرابي ان كومبليكيتد بي يو دي. المجموعه بقى كتير اوميبرازول لانسوبرازول بانتوبرازول، وكلهم بتبقى عاده بيتاخد مرتين في اليوم لغايه لما العيان بعد كده يمشي على مينتنانس دوز قرص واحد في اليوم. وبتتاخد 4 اسابيع في الديودينال ألسر وثمان اسابيع في الجاستريك ألسر. اوكي، الجدول ده برضو من اب تو ديت بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ريفراكتوري جاستريك اور ديودينال ألسر. يعني ايه؟ عيان انت اديته العلاج مظبوط وبعد 12 اسبوع عملت له منظار لقيته القرحه زي ما هي او حصل لها بارشال هيلينج، المفروض ان هي يحصل لها كومبليت هيلينج في ظرف من 4 الى 6 اسابيع، فانت بعد 12 اسبوع ما زالت موجوده، وخلال المده دي كلها العيان بيعاني، فدي اسمها ريفراكتوري ألسر. يا ترى ايه السبب؟ لازم تسال نفسك، هل ليه علاقه بان العيان عنده بريزيستنت اتش بايلوري انفكشن، ولا العيان ده بيضحك عليك ولسه بياخد نان استرويدال انتي انفلاماتوري، ولا في اذر ميكانيزم؟ بريزيستنت اتش بايلوري ممكن بسبب بور كومبلاينس من العيان، ممكن بسبب ريزيستنت اورجانيزم، ممكن ان ادكويت تريتمنت، ممكن جدا ان انت ما اديتلوش علاج من اساسه عشان عملت التست طلع نيجاتيف والتست كان فولس نيجاتيف فلازم تعيد التست تاني، وممكن جدا العيان استمر بسبب الكوموربيد ديزيزز اللي عنده روماتويد ارثرايتس او اوستيو ارثرايتس استمر في تعاطي الفولتارين، فده طبعا هيخلي الالسر ريفراكتوري تو هيل. اوكي، وفي بقى اذر ميكانيزم زي ايه؟ سيجاريت سموكينج، زي الكحول كونسامشن،
زي بياخد جلوكوكورتيكويدز، بياخد سيتوتوكسيك دراجز الى اخره. فطبعا الوصفه بتاعتك الروجيتا بتاعت العيان بتبقى من صفحتين، صفحه فيها العلاج والصفحه الثانيه فيها تشينج في اللايف ستايل. لازم تقول للعيان تبطل دخان، تبطل خمره، تقلل من الاسترس، تمارس رياضه الى اخره. طيب نيجي بعد كده بقى ايه ده من الاب تو ديت، بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الجوريزم overview in the management of adult patient with PUD سواء duodenal ulcer او gastric ulcer. واخد بالك؟ بيقول لك بيجي لك العيان، تسأل نفسك هل العيان بتاعي عنده complicated peptic ulcer، يعني عنده bleeding او gastric outlet obstruction او penetration او perforation. لو الاجابة yes يبقى لازم ابدأ معاه ال PPI IV، لازم اديله بورتون بامب انهبتور الوريد، وبعد كده طبعا لازم يتوقف عن الاسبرين والنون سترويدال، ولازم اعمل اراديكيشن للاتش بايلوري، وبعد كده اعمل تيست عشان اتاكد ان انا عملت اراديكيشن للاتش بايلوري. اوكي، وبعد كده بعمل ريبيت اندوسكوبي عشان اشوف هل هو مستمر في البليدنج ولا لا. اوكي طيب، لو هو بقى ما هوش كومبليكيتد، بسأل نفسي هل البي يو دي دي القرحة دي بسبب الاتش بايلوري؟ لو الإجابة يس هعمل إيه؟ هديله طبعا التريبل ثيرابي بتاع الاتش بايلوري لمدة أسبوعين، وبعد كده هكمل بالإيه؟ بالبي بي آي. ولازم بعد 4 أسابيع من انتهاء علاج الاتش بايلوري لازم أتأكد من الإراديكيشن إن أنا هعيد اليوريا بريث تيست أو هعمل له أنتيجين إن ستولز. أوكي؟ وبعد كده ايه هعمل له ريبيت اندوسكوبي عشان اتاكد ان حصل هيلينج، اتاكد ان حصل هيلينج. اوكي طيب، ايه الحالات بقى اللي لازم اشدد فيها على الريبيت اندوسكوبي في العيانين اللي هم هاي ريسك؟ يعني ايه هاي ريسك؟ عيان القرحه بتاعته كبيره فوق 2 سنتيز، خصوصا جاستريك ألسر بشك في مالجنسي، عيان جاله ريكارنت بيبتيك ألسر قبل كده، عيان عنده فاميلي هيستوري اوف كارسينوما، عيان عنده فيلر اوف اتش بايلوري اراديكيشن. اوكي فكل الحاجات دي لازم اعمل فيها ريبيت اندوسكوبي، لازم اعمل فيها ريبيت اندوسكوبي. اوكي طيب، بعد ما اعمل ريبيت اندوسكوبي هنشوف في تكملة الجدول او الالجوريزم. لو الالسر هيلد no further intervention is indicated until symptoms recur. لو بقى الالسر not healed بعد 12 اسبوع لازم استمر على البي بي اي. اوكي طيب، لو العيان بتاعي ما فيهوش اتش بايلوري والالسر بتاعته most likely secondary to aspirin او non steroidal anti inflammatory، في الحاله دي لازم اخليه يتوقف عن الحاجات دي. افرض بقى مش قادر يتوقف عشان الكرونيك كوموربيديتي اللي عنده، يبقى لازم ياخدها وياخد معاها بي بي اي، لازم ياخدها ولازم ياخد معاها بي بي اي. اوكي causes of recurrent peptic ulcer disease هي نفسها causes of refractory peptic ulcer، برضو هيبقى في خطأ ما في قصة ال H بايلوري، لإما ما تعالجتش صح، لإما العيان not compliant، لإما التست الأولاني خالص كان false negative فلازم إيه تعيده، لإما العيان مستمر على non-steroidal anti-inflammatory، أو العيان عنده هايبركالسيميا أو هايبرجاسترينيميا. نيجي بقى للإيه للإنديكيشن أوف سيرجري.
طبعا كلكم عارفين ان البيبتيك ألسر ديزيز مرض مينلي ميديكال، والجراحات بتاعته بقت قليله جدا بسبب النجاح الكبير بتاع البي بي اي وبسبب الاريديكيشن اوف اتش بايلوري. فحصل ديكلاين في الانسيدنس بتاع البيبتيك ألسر ديزيز، والديكلاين والنقص في الحالات او هبوط الحالات في الديودنال ألسر كان اكتر بكتير قوي من الجاستريك ألسر. اوكي. وفي الويسترن اتموسفير دلوقتي معظم حالات البيبتيك ألسر مش بسبب الاتش بايلوري، انما بسبب النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. والسبب ايه؟ طبعا ان الناس هناك متقدمه في العمر، وكل ما بيزيد اللايف سبان بتزيد الروماتيك ديزيز، وبتزيد الحاجه الى تناول الاسبرين والفولترين ومشتقاته. اوكي. في احيانا بقى يعني كنا زمان بنعمل جاستريكتومي وبنعمل عمليات قرحة المعدة والاثنى عشر دي كانت لا تخلو منها لسته. دلوقتي مثلا ممكن تشوفها مرة او مرتين في السنة، وبيبقى عادة بسبب الكومبليكيشن. يعني معظم عمليات اللي بتتعمل على المعدة دلوقتي والاثنى عشر بسبب الكومبليكيشن بتاعت القرحة، ونادرا نادرا لما بتبقى إلكتف، والإنديكيشن بتاع الإلكتف سيرجري قليل جدا. طيب ايه بقى العمليات اللي هي ممكن تتعمل لكرونيك ديودينال ألسر؟ واتفقنا ان معظمها هيبقى تدخل في حالات الطوارئ بسبب كومبليكيتد ديودينال ألسر. العمليات اساسا اتفقنا ان ديودينال ألسر دي المشكلة الاساسية بتاعتها زيادة الحموضة، فلازم تعمل اجراء يقلل الحموضة في المعدة. الاجراء ده عادة هينصب على الفيجاس نيرف. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الفيجاس نيرف ده سكريتو موتور للمعدة. يعني ايه؟ بينبه البريتال سيل ان هي تطلع ال HCL، وموتور في نفس الوقت بيخلي المعدة ايه تفضي نفسها وبيخلي البايلورس يفتح. وللذكرى في الانتيريور فيجاس اللي هو كان الليفت فيجاس في التشيست، ولما نزل المعدة بقى اسمه anterior vagus، والposterior vagus اللي هو كان right vagus في الchest. اوكي. فالanterior vagus ده عند الاسوفاجو gastric junction بيدي branch اسمه hepatic branch، بيدي الليفر والجول بلادر من اسمه، وبعد كده ايه يدي branches للفندس والbody of the stomach، وينتهي عند البيلورس بفروع كده تشبه رجل الغراب، عشان كده سموها كروز فوت. الفروع دي اللي هي بتخلي البيلورس يفتح عشان المعدة تفضي نفسها. فالفيجاس بعد ما بيدي الهيباتيك انتيرو فيجاس، بعد ما بيدي الهيباتيك برانش بيبقى اسمه نيرف انتيرو نيرف اوف لاترجي. البوستيرو فيجاس بقى عند الاسوفاجو جاستريك جانكشن بيدي حاجة اسمها سيلياك برانش. السيلياك برانش ده بيروح يدي كل الجي اي تي اللي سمول باول واللارج باول up to الترانسفيرس كولون لاترال سيرد. يعني بيدي جي اي تي ما عدا الهايند جات، بيدي جي اي تي ما عدا الهايند جات بايه ستيلياك برانش، وبيكمل برضو زيه زي الانتيرور نيرف اوف لاترجي بوستيرور نيرف اوف لاترجي، بيدي برانشز للبودي والفندس اوف ذا ستومك. فانت دلوقتي علشان تقلل الاسيديتي محتاج تقطع الفيجاس، محتاج تقطع الفيجاس. فكنا زمان بنقطع الفيجاس هاي اب، هنا بنقطع الترنك قبل ما يطلع منه اي تفرعات. فلما بتقطع الترنك بتحرم المعدة من الفيجاس، وبتحرم الليفر والجول بلادر، وبتحرم الجي اي تي اب تو ذا هايند جات من الانرفيشن بتاع الفيجاس. اوكي. فلما بتحرم المعدة من الفيجاس نيرف البايلورس مش هيفتح، هيحصل استيزس في المعدة. ولما يحصل استيزس في المعدة الانترام تتنبه وتبقى ديستندد، والجاسترين يطلع ويزيد افراز ال HCL. عشان كده الترانكال فاجوتومي محتاجة حاجة اسمها درينج اوبريشن، لازم نشوف حاجة نصرف بيها محتويات المعدة. فالدرينج اوبريشن دي بتبقى في صورة ايه؟ في صورة بايلوروبلاستي او جاستوجينوست. بايلوروبلاستي يعني ايه؟ يعني تشق البايلورس بالطول، هتشقه كله وتقطع الميكوزا كمان عشان ما تتلخبطش منها وما بين بايلورو مايوتومي اللي احنا بنعملها في
congenital hypertrophic pyloric obstruction اللي هي رامشتيت اوبريشن. تانية اسمها بايلورو مايوتومي، انما دي اسمها بايلورو بلاستي. بتقطع البايلورس بالطول، انت كده دمرته، وبتخيطه بالعرض. لما بتخيطه بالعرض بيقصر ويوسع. لما بنشقه بالطول الانتيرور وول بالطول ونخيطه بالعرض هيقصر ويوسع. فدي اسمها ايه؟ بايلورو بلاست. فدي بتخلي محتويات المعدة تفضي نفسها، ودي اناتوميكال وكويسة علشان ما بيبقاش فيها تو ماتش بايل ريفلكس رايح المعدة. لو ما قدرتش تعمل البايلوروبلاستي، ودي اغلب الجراحين بيفضلوها وبيحبوها نتيجه سكارد ديودينم مش قادر تعملها، فهتضطر تعمل درينج اوبريشن اسمها جاستروجينوستوك، كانك بتعمل باي باس للبايلورس، تعمل له باي باس. فبتوصل الفيرست بارت اوف ذا جيجنوم بالمعده بجاستروجينوستوك. فدي الدرينج اوبريشن اللي لازم تتعمل مع ايه؟ الفاجوتومي، الترانكال فاجوتومي. بعد كده في جراح جه قال لك طب بدل ما نعمل ترانكال فاجوتومي نعمل سيلكتيف فاجوتومي. يعني ايه سيلكتيف فاجوتومي؟ نقطع النيرف اوف لترجي بعد ما يكون ادى الهيباتيك برانش وبعد ما يكون ادى السيلياك برانش. دي اسمها سيلكتيف فاجوتومي، ما عادش حد يعملها دلوقتي وحاول تنساها. ليه؟ لان ملهاش اي فايده على الترانكال فاجوتومي، وبنحتاج برضو نعمل فيها درينج اوبريشن. اوكي طيب. بعد كده في جراح قال لك طب بدل ما اقطع الترانكال فاجوتومي او سيلكتيف، ما اقطع البرانشز بس اللي رايحه المعده واسيب البرانش اللي رايح البايلورس. فدي اسمها ايه؟ هايلي سيلكتيف فاجوتومي او بارايتال سيل فاجوتومي. بتقطع البرانشز فقط اللي رايحه ليه؟ عشان تغذي البارايتال سيلز وتحفزها على افراز الاتش سي ال، وبتسيب الكروز فوت انتاكت، فالبايلورس بيفتح. فبالتالي العملية دي مش محتاجة درينج اوبريشن، بس الريكارنس فيها عالي حوالي 15%. اوكي يبقى ايه انواع الفاجوتومي؟ ثلاثة: ترانكال فاجوتومي وسيلكتيف وهايلي سيلكتيف. اللي انت تعرفهم الترانكال والهايلي سيلكتيف، انسى تماما السيلكتيف. يعني اعرف الترانكال والبارايتال سيل فاجوتومي. في بقى واحد قال لك ده انت كده بتمنع افراز ال HCL عن طريق تنبيه الفيجاس، وات اباوت الجاسترين؟ في واحد قال لك لو شلنا الانترام انتريكتومي شلنا الجاسترين اللي هو بينبه البارايتال سيلز لافراز ال HCL، فالعمليه دي انتريكتومي. اسمها ايه؟ انتريكتومي. بس في الحاله دي بقى لازم تستعيد الكونتينيوتي بتاعت الجي اي تي، ان انت توصل ما تبقى من المعده للجيجنوم، جاسترو جيجنوستوم. في واحد قال لك ايه؟ طب ما تخلي زياده الخير خيرين في نفس العمليه دي بتاعت الانتريكتومي، اقطع برضو الفيجاس، يبقى ترانكال فاجوتومي وانتريكتومي. يبقى انت منعت كده الميه والنور عن البارايتال سيلز، منعت عنها الاستايل كولين بتاع الفيجاس اللي كان بينبه الماسكارينيك ريسبتورز في البارايتال سيلز، ومنعت عنها الجاسترين هرمون اللي كان بينبه الجاسترين ريسبتورز في البارايتال سيلز. فدي بتقلل الحموضه جامد، اللي هي ايه؟ انتريكتومي ويز فاجوتومي. في واحد بقى قال لك طب ما نيجي نعمل سبتوتال جاستريكتومي، مش ده المصنع اللي بيطلع الاتش سي ال؟ طب ما اجي اعمل سبتوتال جاستريكتومي واسيب حته بس من المعده اوصلها بالجيجنوم عشان استعيد الايه؟ الجي اي تي تاني. بس العمليه دي طبعا الجاستريكتومي مش عمليه سهله، العمليه الترا ميجو وبتاخد لها 3-4 ساعات، وليها موربيديتي وليها كومبليكيشن، فتو ماتش برايس فور ديودينال ألس. طب ايه بقى اللي شغال في السوق دلوقتي وكل الناس بتحبه لو احتاجنا جراحه عشان نقلل الحموضه في ديودينال ألسر؟ ترانكال فاجيتومي ويز بايلوروبلاستي، اللي هي دي. نعمل ترانكال فاجوتومي ويز بايلوروبلاستي. اوكي طيب. في بقى حاجة للبوست جرادويت، طبعا العمليات دي كلها ممكن تتعمل اوبن وممكن تتعمل لابروسكوبي. في حاجة للبوست جرادويت اسمها ايه؟ بتتعمل باللابروسكوبي برضو، انتيريور سيرومايوتومي، انتيريور سيرومايوتومي و
posterior trunkal vagotomy. دي ما بتحتاجش برضو drainage operation، يعني يكفي الانتيرور سيروميوتومي، بتقطع السيروزا والمسل، فبيتقطع معاك البرانشز اللي طالعة من نيرف اوف لترجي رايحة البودي والفندس بتاع المعدة، وبتسيب طبعا انتاكت الكروز فوت عشان البيلوراس يفتح، وبتعمل بستيرور فاجوتومي ترانكال فاجوتومي عادي بديل البوست جراديوت. اوكي طيب، في حاجة بقى لازم تعرفها واحنا بنتكلم على عمليات المعدة اللي هي اسمها بيلورث 1 وبيلورث 2. ايه بقى بيلورث 1 وبيلورث 2؟ لما بتعمل سب توتال جاستريكتومي او انتريكتومي لازم تعيد توصيل الجي اي تي، فقدامك حاجة من الاثنين، لاما توصل الديودنم بما تبقى من المعدة فدي اسمها بيلورث 1، لاما تقفل الديودنم، تقفل الديودنال ستامب وتوصل الجيجنم بالمعدة فدي اسمها بيلورث 2. ازاي تفرقهم مع بعض من بعض؟ بيلورث 1 وان انستوموزس جاسترو ديودونوست، بيلورث 1 وان انستوموزس جاسترو ديودونوست، بيلورث 2 تو انستوموزس او تو سوتشال لاين، واحد قفلنا بيه ديودونال ستام، واحد وصلنا بيه المعده مع الجيجنوم عشان ما تلخبطش ما بين الاثنين. اوكي طبعا عيب العملية دي البيلورث 2 ان بيبقى فيه تو ماتش بايل رايح المعدة، بيعمل بايل ريفلكس وبايل جاسترايتس. علشان تقلل البايل اللي بيهجم على المعدة ممكن تعمل حاجة اسمها رو ان واي جاسترو جيجينوستومي. ايه الفكرة فيها؟ رو ده جراح فرنساوي، فرو عمل ايه؟ رو جه على الجيجنوم وعمل له سيكشن هنا، قص الجيجنوم، قص الجيجنوم، وبعدين حرك الديستال بارت اوف جيجنوم، ادي الديستال بارت اوف جيجنوم اللي انتوا شايفينه ده، طلعه لفوق وصله بالمعدة، وجه للبروكسيمال بارت اللي هو البي داش دي، ام موصلها بالجيجنوم جيجنو جيجنوستو. الجزء ده طوله حوالي 40-45 سنتي، يبقى انت كده بعت البايل والبنكرياتيك جوس عن المعدة. البايل والبنكرياتيك جوس بتصب في السكند بارت ديودينم هنا، وهتمشي كده هتصب فين؟ مع الجيجنوم ديستالي بعيد عن المعدة، بينها وما بين المعدة الليمب ده كله حوالي ايه 40 سنتي، فدي على شكل حرف الواي، فعشان كده سموها رو ان واي جاسترو جيجنوست. بيعمل سيكشن للجيجنوم وبيسلكه بالبلاد سبلاي، يبقى عندك ايه فتحة هنا وفتحة هنا، ياخد الجزء ده الديستال ويطلعه لفوق يوصله بالمعدة، هو الجزء ده. طب والجزء ده البروكسيمال استوما دي يوم حطيتها في جنب الايه الديستال بارت، يبقى واخده شكل حرف الواي رو ان واي جاسترو جيجنوست. اوكي ودي الدرينج اوبريشن اللي احنا شفناها، ويبقى كده خلصنا السيرجيكال مانجمنت اوف كرونيك ديودينال ألسر. الفيديو القادم هنراجع الموضوع من انترودكشن تو سيرجري كتاب القصر العيني. This is Dr. Baki, Professor of Surgery in Egypt, in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. Thank you very much for watching this video. Now it's time to like, dislike, share, and subscribe.